السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. بعد إذنك يا شيخنا، يعني أنا واحد صاحبي ناخد يعني عند تلاميذ يعني جماعة من حزب النور. ف نعم، يعني أنا واحد صاحبي أيوه بنطلب علم شرعي عند واحد الناس يعني من تلاميذ اللي هم يعني منتسبين لحزب النور وكده. تدرسون عند ناس منتظمين مع حزب النور؟ هذا السؤال. فصاحبي يعني شاكك وكده، عشان يعني سمع واحد برضو يعني واحد على اليوتيوب. على العموم اختصارا للكلام، تعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم من أي ناس، لكن لا تنتظم مع أي حزب من الأحزاب. بارك الله فيكم. مرحبا يا أخي محمد علي الصقر، وفقك الله يا رب. السلام عليكم. السلام. نعم. الحمد لله. بقيت على مستر حضرتك شوي. تفضل. رأي الشيخ في المرافق الإسلامية. ما صورتها؟ يعني أنا كنت عايز أشتري حاجة ورحت البنك كيسر اللي هو البنك كيسر الإسلامي. لا، من خلال البنوك ابتعد عن كل البنوك. تمام. ابتعد تماما. السلام عليكم. بارك الله فيك أخ سيد البعلي ووفقك الله. جزاك الله خير يا أخ علاء قرشم، سلمك الله أخي أب عقل وحفظك الله. شكرا يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. والله حصل موضوع شدة كده بين النمرات امبارح. فتعصبت يعني عصب جامد يعني. وماذا قلت لها؟ من يوم الخميس يعني بنتي عملت غلطه، كنت قلت لها والله بنت حرام وعايز احلل لبنتي، فهي زعلت من الموضوع ده. فراحت قالت لاخواتها، فانا مسكن اختي هكذا في غضب يعني في حاله غضب، قلت لها لا لازم احلل العيال، ما حللتش لعيالي تبقى مرت البلد بالثلاثه. تحلل ايه؟ غض يعني هو ده اللي طلع منه، انا كنت يعني مش عارف اللفظ غد لك ايه. تحلل يعني تحلل ماذا؟ تحليل النية يعني. يا اخي انت مالك كده؟ المهم بغض النظر عن هذا الكلام الفارغ اللي انت تقوله، لكن عموما للاخر تكون طالب كفر كفارة يمين. يعني الطلاق ما يقعش يا شيخ؟ لا ما يقعش، وخليك محترم شوية. والله هي جت يعني يعني برب البيت، البيت عملت غلطة فانا طلعت مني كده يعني، انا مش انا سيبك، انا راجل ملتزم الحمد لله ومنتقدة. ماشي ماشي. البيت لما عملت غلطة كبيرة يعني فانا طلعت عن شعوري يعني. ماشي. يعني هل ده ما ينجحش يا شيخ مصطفى طلاق؟ لا لا كفارة يمين فقط. 10 مساكين؟ ايوه.
جزاك الله خيرا يا شيخ، انا بحبك في الله والله. بحبك الله. انا خلي بالك من الصبح من ساعه ما سمعت البتاع ده انا مستني اكلم حضرتك يعني. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا حسان محمد. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب تكون بخير يا شيخنا، وإن شاء الله يعني تبقى من أفضل الأفضل على طول إن شاء الله. يا رب في قلين وإياك يا رب وإياك يا رب. حضرتك أنا بس كنت أسأل حضرتك، هو لو الوالد كان عنده بالنسبة للفلوس بتاعته قال وصى، قال لما يتوفى كل الفلوس بتاعتي تبرعوا بيها لله. الفلوس دي حضرتك هي دي تبقى تحس يعني ده تبقى هو له اشياء غير الفلوس ولا الفلوس كل تركته؟ لا الفلوس كل تركته حضرتك. لا يمضى منها الا الثلث. لا يمضى منها الا الثلث والباقي ده حضرتك الباقي للورثه. الباقي للورثه والباقي للورثه لو طلعوه هم اللي ياخذوا الثواب. يوم يستلموا كل واحد يستلم امواله الخاصه به، الاول يخرجوا الثلث الوصيه وبعد كده كل واحد يستلم الإرث الخاص به، والذي يحب أن يتصدق يتصدق، لا يتصدق لا يتصدق. لا تحرجوا أحدا تجعلوه يعطيكم مالا بسيف الحياة. حضرتك لو الوالد كان عليه ديون، لو كان عليه ديون هل المفترض الفلوس الدين ده يخرج الأول حتى لو كل فلوس؟ نعم. أهلا وسهلا. نعم نعم أهلا. نعم. لو حضرتك معلش سؤال الاخير حضرتك يا شيخ. ولك بالنسبه يا شيخ. الوالد لو كان الفلوس اصلا اللي جابها دي حضرتك كلها كان واخدها ورث من والده، ووالده ظلم البنات وادى الولاد بس، ادى الولاد الفلوس والحاجه وما اداش البنات، الفلوس دي حضرتك تبقى حرام؟ احنا نورثها حرام؟ يعني أنت ليس عليك اسمه مباشر، بس يعني إن استطعتم أن تنقذوا جدكم وأباكم اعطي الأموال التي ستخرجونها وصية اعطوها لأصحاب الحقوق. ماشي حضرتك شيخنا، يعني أنا والدي كده هو دلوقتي حي يعني عفوا عماتك عايشين ولا مات ولا أمتنا؟ جزء منهم عايشين وجزء منهم ماتوا. أعطوا الذي تريدون أنت. هو والدي مش عايز يديهم الفلوس، هل كده يبقى هو حرام؟ أبوك مات يا أخي، مش تقول أبوك مات ولا ما موجود؟ لا هو عايش حضرتك، هو عايش. إدي هو اللي توفى وهو إدى فلوس للولاد ولعمامي ووالدي ولعماتي ما إداهمش حاجة. ليه السبب؟ ما السبب؟ هو حضرتك إحنا يعني إحنا في صعيدة والجدي بيدى الأراضي الكويسة للرجالة والاراضي البور ده لل ابوك اذا كان رجلا صالحا يعدل الوصايا الجائره او الاعمال الجائره التي عملها ابوه، وقد قال الله تعالى فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. فاذا انا عدلت التصرف الجائر الذي صنعه ابي انا انقذ ابي من النار. طب حضرتك هو حضرتك هو نفسه دلوقتي خد الفلوس دي ومش عايز يرجعها، هل الفلوس دي ابوك ولا من؟ ابويا. ابويا خد الفلوس. طيب انا اعمل لابوك ايه اذا كان ابوك بهذه المثابه؟ ايوه يعني هي الفلوس دي اللي خدها دي كده حرام؟ طبعا اذا كان يزدك ظلم البنات لازم يصلح الظلم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. جزاكم الله خيرا عنا شيخنا الفاضل. واياك تفضل. أحسن الله علينا وعليكم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بك في الجنة والفردوس الأعلى. آمين والسامعين والسامعات جميعا يا رب. جزاك الله خيرا ونفع الله بك شيخ. وإياكم وإياك تفضل. أحسن الله عليكم. دعاك لنا وللوالدين. الله يبارك فينا وفيكم يا رب. والسلام والديكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه وطيب صلواته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الله يحييك الله يبارك. أيك. أولا بادئ ببدء شيخنا أريدك أن تبلغ سلامنا أهل المغرب إلى أهل مصر، حفظكم الله جميعا. وعليك وعليهم وعلى المسلمين جميعا السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا. شيخنا يعني عندي عدة أسئلة ولكن سأختصر عليك المقام حتى لا أطيل. بس عشان تكفي. تفضل. نعم حياك.
نعم حفظك الله شيخنا. والأول على ماذا يبنى علم الجرح وعلم الجرح والتعديل؟ هذه واحدة. عفوا على ماذا؟ على ماذا يبنى علم الجرح والتعديل؟ كيف على ماذا يبنى علم الجرح والتعديل؟ يعني ما هي يعني ما هي الأسس التي يمكن أن تبنى عليها قواعد علم الجرح والتعديل؟ هذه القواعد. هذه محاضرة واسعة، هذه محاضرة واسعة تحتاج شرح طويل. الله يحفظك. نعم. بارك الله فيكم. عندك سؤال آخر خاص؟ نعم حفظك الله شيخنا. بالنسبة للمسألة الثانية، يعني عندما يعني كنت أبحث في علم الأسماء والصفات، وجدت أن بعض الأسماء يعني بعض الأسماء والصفات هناك بعض أسماء تقتضي صفة، وأن هناك يعني صفات لا تقتضي اسما. ما زالت هذه الأسئلة التي تسألها أسئلة طويلة وتحتاج إلى محاضرات متسعة. أعذرني، هذا ليس المقام بمقام الله، هذا مقام فتاوى سريعة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخنا ورزقك من فضلك. وإياك يا رب. لكن يا شيخ مصطفى، السؤال كنت سألت حضرتك فيه بالنسبة لتقسيط السيارات. أيوه. تكملة للسؤال كنت سألت حضرتك فيه بالنسبة لتقسيط السيارات. يا شيخ أهلا وسهلا. تفضل. مؤسسة مالية تقوم بتقسيط السيارات على الشروط الآتية. واحد، انا بذهب للمؤسسه الماليه ان انا عاوز السياره الفلانيه. مالا لا يجوز، لا يضاع وقتنا ولا وقتك. هي ليست مالكه للسياره، هي تمول شانها شان البنوك وتاخذ ما مولته مع العائده الربويه. اختصارا هذا هو الموضوع. بس هي بترسل لاحدى المعارض وتشتري. لا يجوز، هي لا تشتري الا اذا انت وقعت لها على انك اشتريت منها السلعه. لا هم ما شرطوش عليا وقع يا حبيبي. يا حبيبي احنا هنشتري. استغفر الله واتوب اليه. الناس تريد تقع في الربا وننقذهم من الربا، وهم يصرون يقعون في الربا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ كنت حابب اسال حضرتك، هل يجوز قراءه نفس السوره في الصلاه مرتين؟ لا مانع من ذلك، لان الله قال فاقرأوا ما تيسر منه. نعم. الله يحفظكم. السلام عليكم. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت رقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. جزاكم الله علما وحلما اللهم امين. ولك بمثل. بعد إذنك يا شيخ، ما الحكم الاحتيال لكي لا يكذب المرء؟ يحتال مثلا سأعطيك مثالا. يعني مثلا سألوني الامتحان عامل ايه؟ الامتحان يعني سهل ولا صعب؟ او الامتحان عامل ايه؟ قلت لهم الامتحان سهل جدا. انا الامتحان بالنسبه لي كان الامتحان سهل، ولكن انا لم استطع ان احل مثلا. فقلت لهم الامتحان سهل جدا. فما حكم هذا؟ والامتحان فعلا كان سهل. خلاص سهل. خلاص خلاص. سهل جدا لكنك فظ يعني. مش نعم؟ سهل جدا لكنك فظ انت يعني ما جاوبت. كنت يعني مش كنت مذاكر، والامتحان سهل سهل بس لكني لم اكن مذاكر. لا لم تكذب، ما لا في احتيال ولا حاجه يعني. نعم. طيب عم الشيخ دلوقتي. لكن عفوا مثلا، عفوا، السائل كان يسالك عن نفسك. لا هو يسالني، ولكن يقول الامتحان عامل ايه؟ ايوه يعني عامل ايه معاك ولا عامل ايه مع الناس؟ انت عرضت كده. مش يقصد طبعا وعامل ايه معاك. ايوه يقصد انت عرضت، انت عرضت، قلت الامتحان كان سهل. انا اقصد كده، اقصد تعديل بقى. ماشي. انا ماشي. حاجه ثانيه، الحكم يعني المهم اللي اصلح على حسب نيه السائل اصلا. فانت الحمد لله يعني انت ما كذبت لكن موهت. ماشي. سؤال اخر. جزاكم الله خير يا شيخ. الله يحفظكم. ماشي. أحمد منصور بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حياكم الله عمي الشيخ. وحياك الله، يستر عليك. الله يبارك فيك، والله العظيم نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك يا شيخ. ممكن أسألك سؤال؟ تفضل.
يعني أسمع لتفسير سورة الأعراف عند فضيلتكم وشرح البخاري أبي عبد الله رحمه الله، ومثل درس اليوم عن الحيض والاستحاضة والنفاس. هل يعني هذا يحسب من طلب العلم؟ كل هذا طلب علم يا أخي، كل هذا طلب علم. نحن نقرأ كتاب ربنا نجد فيه في سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوك. وبعدها بآيات تقرأ يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فديننا بنية متكاملة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا مولانا. ما صحة حديث اعرضوا علي رضاكم ما لم تكن شرك؟ ثابت صحيح، ثابت صحيح. بعض الرقى يا مولانا بيعمل بعض الرقى التي لم تثبت عن النبي ويحتج بالحديث. لا، ما هو على حسب كل شيء لهم قالوا ايضا، لان احيانا يكون في عبث بالقرآن. يعني يقول مثلا سبح 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 ألف مرة بهذه الطريقة، يعني مش إهانة لأسماء الله بهذه الطريقة. الله يبارك فيك. صبح الصياد، بارك الله فيك يا صبحي. السلام عليكم. عبث بالقرآن يقول مثلا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. الله يرضى عنك ويخليك. استأذن حضرتك، أنا ربنا رزقني بأربع بنات. اللهم بارك. والله ما فهمك، ويعني عايز اعمل حقن مجهري. لا بأس، اذا كان الطبيب ثقة واليقين في الله قوي انه يهب لمن يشاء اناسا ويهب لمن يشاء الذكور. يعني دي الحين هيبقى تحديد المولود فقط. لا مانع من ذلك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي محدد نسبة من دخلي الشهري بطلعها لله كل شهر. الحمد لله. الحمد لله. فدلوقتي بنت خالي داخلة على جواز، طبعا حالتهم المادية ميسرة يعني. الحمد لله. عايز أهديها بحاجة، ينفع أهديها من المبلغ ده؟ أنت نويتها إيه بالضبط؟ لله. أيوه. والله يا أخي غيرها أولى. لأنها مش فقيرة ولا يعني متوسطة، أنت هتعملها اهداء لابواب ابواب الاحتياج اكثر عند غيرها. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مصطفى زي حضرتك؟ الحمد لله. بارك الله فيك وانا احبكم في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. حضرتك، انا اعمل في فندق في احدى الدول العربيه، بيتناوب على الفندق بعض الاجانب يعني، فبقى طبعا ليس هناك ما يثبت علاقتهم يعني من زواج او من دون. اقذر عمل في الفنادق هو بسبب هذا، لانك يعني اقذر شيء بيحصل هو هذا الذي يحدث عندكم في الفنادق. ياتي واحد فاسق واحدة فاسقة ويدخلان الفندق وهويته تختلف عن هويتها تماما، ولا تستطيع أن تمنعهما من المبيت معا. نعم. هذه من أسوأ ما يكون في هذه المهنة القذرة. حضرتك بما تنصحني؟ والله أنصحك أنك ما تشتغلش، اشتغل في عمل آخر. أنا أعصابك، أنت نفسك لو عندك غير على دينك أعصابك تحترق. صحيح. حتى في دول الخليج واحدة تدخل مع واحد لمدة ساعة، يستأجرون غرفة لمدة ساعة، هم أجانب عن بعضهم. نعم. وفي بعض الدول لا يكشفون أصلاً عن الهويات. أقذر وأقذر يعني. نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. لو سمحت أنا عندي بس سؤال بعد إذن حضرتك. اتفضل. دلوقتي في صديق ليا
هو على يعني ليه زميلة معاه في الشغل يعني، فهي عايزة تهديه بحاجة كمكافأة يعني بمناسبة تخرجه. هي دلوقتي زميلة لي في الشغل بس يعني تعتبر أجنبية عنه. طيب مش أنت تعرف هي يعني مداله هدية مادية بتهدي بيها، فهل هو هي متزوجة؟ هي متزوجة بس يعني هو أهلها جوزها عارف وأهلها كلهم عارفين دي وعارفين إن هما بيتكلموا، هو عارف إن ده غلط، إن علاقته بيها مثلا حتى لو هي بحدوده والصداقة مش أكتر، هو عارف إن ده غلط. والله طبعا غلط ولا يقبلها، لا يفتح باب للشر. نعم في التقييد العام يجوز أن تهدي المرأة للرجل وأن يهدي الرجل للمرأة عند أمن الفتنة، لكن لا أرى هنا سلامة من الفتنة. طب لو هو يعني أهلها كلهم عارفين يعني واحدة، سأسألك سؤال أشد إحراجا يعني، واحدة أهلها عارفين أنها بتزني وسكتين، هل هذا يعني تصحيح الزنا؟ لا لا طب طيب واحدة ناس قوم يعرفون بنتهم ماشية غلط، ماشية خارجة تبيت مع زميلها في الدراسة، تمام عارفين، هل معنى معرفتهم أن هذا الصنيع يصح؟ لا طبعا لا طبعا، من اللي عارف؟ ربنا اللي يعرف سبحانه وتعالى، وهو الذي نستلهم منه الحرام والحلال. أنا بسأل بخصوص مولانا نعرف منه أو الفلوس مثلا نفسها اللي هو هيهدى بها، هل دي في حكم الحرام؟ من قلت لك هي يجوز أن تهدي المرأة للرجل ويجوز أن يهدي الرجل للمرأة عند أمن الفتنة وإذا أمنت الفتنة، وعندنا أدلة كثيرة على ذلك، لكن أنا أخشى من الفتنة أنهم على بعض في العمل. طب أنا آسف يعني ممكن يعني إيه الفتنة اللي ممكن يخشى منها بحيث أنه ممكن لو ممكن يخشى منها أنه هو يرتبه قلبها يميل إليه وقلبه يميل إليها وبعد ذلك تحصل ما لا تحمد عواقبه. بس طب إذا أمن الفتنة في النقطة دي أنا جاوبتك على المسألة باختصار من أول لحظة. السلام عليكم. يا رب ارحمنا. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. ربنا يبارك فيك يا رب. مش هطول عليك شيخنا، انا دلوقتي كان والدي كان عايش طول عمره في الخليج، كان شغال بره، وقت ما طلع على المعاش رجع مصر وحط كل الفلوس اللي هو يملكها يعني في البنك كشهادات استثمار على اساس ان هي دي يبقى عايش عليها كمعاش ليه، لان هو طبعا ملوش معاش يطلع له. فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟ يعني يعيش الآن على فوائد البنوك بالضبط، لأنه ما فيش مصدر دخل تاني ولا معاش ليه. لا يعني حرام يشغل فلوس في أي باب آخر. نعم حرام، وإذا أراد السلامة والأمان شغل الفلوس في أي باب آخر. ولو ما عندوش المقدرة أنه هو يشغل، يعني هو سنه كبير وما يقدرش أنه هو يشغل فلوس في حاجة. والله لا أستطيع أن أقول يا كبير السن كل من ربا، لا أستطيع أن أقول. نعم لا أستطيع، لا أستطيع أن أحللها لك. الربا حرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يعزك الله. أنا أحتاج حضرتك في عندي سؤالين. اسأل. السؤال الأول، هناك مقبرة للعائلة قديمة جدا يعني. وهذه المقبرة معمولة بالطوب الني وحاليا هي أهل للسقوط. وبالفعل هي يعني بان عليها ملامح بدأت إن يعني يحصل فيها يعني بعض الهدد وكده يعني. طيب. المهم ان اطراف العائله قلنا لهم اكتر من مره بحيث ان هم نعمل على اعاده بناء هذه المقبره، لكن البعض تخاذل او يطنش او كده عشان هم اشتروا في اماكن ثانيه. فهل اعاده بناء المقبره دي وهي مليانه بالناس الموتى يعني، هل اعاده بنائها هل صح؟ وهل مثلا المشكله يعني الان أنتوا تقولون ليس عندكم مكان المقبرة ستسقط على من فيها. نعم. أعيدوا بناءها وترميمها بارك الله فيك. طيب إذا العائلة تخاذلت وتكاسلت وهي المقبرة ممكن تكلف مبلغ 20,000 جنيه يعني هي كبيرة، لو فرد واحد بس هو اللي تكفل بهذا الموضوع، إيه الأجر اللي ممكن ياخذ يعني
بالنسبه تكلم بهذا الموضوع. ما اعلم الا قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. يعني سياخذ اجل ستر العورات الموتى وكده يعني. الاجر قائم، بقول لك: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. طيب ثاني شيء. نعم. الو. نعم تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله تفضل. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي انا عايز اسال بخصوص اخراج كفارة يمين الظهار. الاخ اللي اخرج سمكتين لكل فرد وعليهم شوية رز مطبوخين، هل الصورة دي تجوز؟ هذا طعامه المتوسط؟ على جد هذا هو يمكن اجل من كده كمان، بس يعني هو يجي على نفسه شوية. ما في مشكلة. جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤالي مولانا. تفضل. انا في عملي ليا اختصاص معين. طيب. حصل وقع عليا ظلم وخصم من المرتب. طيب. بتحصل قدامي اشياء يعني ممكن تعمل خسائر في الشغل، بس ده مش من اختصاصي. وانا اقدر اصلح العطل ده والعيب دوت بحيث انه ما اتحققش خسائر، بس ما بعملش كده. سيب اللي يخرب يخرب. أسيب اللي يخرب يخرب. نعم. شكرا مولانا، السلام عليكم. لا 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 مش لا أقرك. مش أقول لك سيب اللي يخرب يخرب، أقول لك أنا واصف حالك يعني. أقول لك أنت بتسيب اللي يخرب يخرب. أنا بسيب اللي يخرب يخرب، أيوه. طب ده مش اختصاصي يا مولانا. أنا عارف إن مش اختصاصك، لكن ألا ترى أن من الأولى أن تصلح ما سيفسد لأنها أموال المسلمين أيضا؟ أو ده حصل، ده كنت انا بعمله قبل مثلا ايه، قبل ما اتعرض للظلم والخصم، فكان حاجه مش من اختصاصي، فممكن ان انا اصلحها واعملها يعني الود او كده بعد الخصم وبعد الظلم اللي وقع عليا، ما بقتش بعمل كده. فشوف حاجه مثلا ممكن يحصل. شركة قطاع عام ولا قطاع خاص؟ احنا قطاع خاص. لما تبين لصاحب العمل. نعم. بين لصاحب العمل. أبين لصاحب العمل إيه؟ هو المدير المباشر هو اللي بيخصم لك ولا من؟ أو صاحب العمل؟ المدير المباشر هو ساعة الخصم المدير المباشر اللي خصم. أيوة. وفي صاحب عمل؟ بعيد عن صاحب العمل. ها؟ بعيد عن هو بعيد عن صاحب العمل، المدير المباشر هو اللي خصم. طيب أنت مش عندك صاحب عمل ممكن ترفع عليه الشكوى؟ صاحب العمل صعب الوصول ليه يا مولانا. فأنا دلوقتي بيحصل مثلا، بيبقى أنا مثلا شغال على ماكينة معينة، في ماكينة جنبي مثلا ممكن يبقى فيها عطلة مثلا أو فيها أي حاجة، أنا شايف العطل دوت وأقدر أنا أصلحه لكم بفلوس، هيقول إيه يعني؟ نعم مولانا؟ إذا قلت له أصلح لكم العطل بفلوس يرفض أو يوافق؟ هو العطل ممكن يخش دقايق يعني، حاجة مش أزمة يعني. يعني مثلا بتبقى إيه ماكينة مثلا لصنع البلاستيك، فإيه بتخرب الشغل اللي بقول لحضرتك الطيبات لله، اعمل الطيبات لله. بس انا لو ما عملتش يا مولانا دي لا انت اثم، لكن الطيبات لله. انا لو ما عملتش فيها ذنب عليا ولا لا؟ لا ما في ذنب، لكن الاولى انك تعمل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا. ادعي بان لعنه غزه يا شيخنا. الله يحفظ غزه واهل غزه ويوحد كلمتهم ويسدد رميتهم ويجمع بين قلوبهم على كتاب الله وسنه رسول الله. عندي سؤالين معلش حضرتك. تفضل. انا راجل شغال بتاع بيت منزليه. نعم. فيعني في ناس بتديني فلوس اشغلها لي، فبدي لهم 20% من المكسب، وباجي باجي اخر السنه اصفي اخر الموسم يعني اصفي ليهم اكثر من 20% ياخذوا، ليهم اقل ياخذوا. ماشي. فهذه الصوره دي جائزه؟ لا بأس. وفي معايا مرت اخويا اعطاني فلوس اشغلها، فبديها ان هي 10% بحتسبها عند الله، ما انا اللي بالشغل خسرت كسبت بديهم لها.
لا بنيت بنيت ان انا ادل لاخواتي يعني. ماشي ما فيش مشكله. ما فيش حاجه؟ ما دام نفسك طيبه بذلك لا باس. السؤال الثاني يا شيخنا، انا كل يعني كثير الحلف فبنسى الكفارات، يعني اعمل ايه؟ كفر اول باول، ما تاخرش الكفاره. بس صراحه معايا فلوس، يعني رجل انا على قد حالي يعني ساعات ما معيش فلوس يعني. صوم. اصوم مثلا ثلاث ايام وكده. ايوه نعم، اول باول. يعني كل كفاره كل يمين لغو يا شيخ لي كفاره، مثلا قلت والله ما اعمل كذا والله ما اعمل. لغو ما عليهوش كفاره، المعقد هو الذي عليه كفاره. نعم؟ اليمين اللغو لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ساعات بتعصب وبيطلع اليمين من غير ما احس، يعني ما كنتش انا نيت احلف. فبيطلع اليمين لما اتعصب قوي ما بحسش باللي بقوله يعني. لا يقع بهذا، لا يقع بهذا انعقاد اليمين. ما يقعش حتى لو حلفت على مرة الطلاق مثلا، بقول عليه الطلاق ما تعمل كذا. معقد اليمين يا اخي، معقد اليمين من القلب عليه كفاره، غير معقد ليست عليه كفاره. جزاك الله خيرا يا شيخنا، جزاك الله خيرا. حياك الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما هو حكم من ينكر الأحاديث الصحيحة كحديث الشفاعة؟ زائغ، رجل زائغ ضال، لكن ليس بكافر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايز اسال سؤالا عن شيخي، ولكن غرضي من وراه يعني سؤال اخر يعني. ما الحكم يعني لو شخص مفروض عليه الزكاة وقال ان انا لا اجد من يعني من اخرج له الزكاة. تمام؟ نقول له نقول له اعطاها لنفسك تخرج الزكاة. نعم. بل انا لا ايه؟ وبعد نقول له اعطاه لاجل ثقه لكي يخرج عنك الزكاه. نعم. نقول له مش لاقي حد ثقه، مش 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 عارف، مش واثق في النفس دي مثلا، يعني اللي هو مش 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 لاقي حد ثقه، فهل مش ينتقل لبلد ثانيه واخرجها؟ طيب انا الغرض من ورايا حاجه، من ورا السؤال ده حاجه، بالنسبه لارسال المساعدات لاهل غزه في الجهاد بالمال يعني. ايوه. بالجهاد بالمال، مش الاولى الناس اللي لهم سلطه ان هم يعرفوا فعلا هو ممكن يتاكد من الناس اللي فيهم ثقه. ما احنا بنبحث الان عن واحد ثقه نعطيه زكواتنا ونعطيه اشياء يصلها، ما نجد ثقه. هل مع ذلك ان الزكاه تسقط عنا او نبحث عن فقراء اخرين؟ نعم، انا اقصد مش اقصد كده، اقصد المفروض احنا دلوقتي مطلوب منا الجهاد بالمال، يعني احنا مش عارفين الجهاد بانفسنا مثلا. فمطلوب منا جهاد المال. طيب. جهاد المال طبعا احنا قادرين عليه الحمد لله، وغيرنا قادر عليه، فاحنا ممكن نبين للناس مثلا دي جهه ثقه، فانت تتبرع لها. انا ممكن مش اقدر، لا استطيع ان انا اعرف الناس الثقه من. طب ايه السؤال بس، تعبتني، ايه السؤال؟ مش فاهم. من السؤال اللي هو يعني من حضرتك مثلا او المشايخ الكبار ليهم وسيله يقدروا يعرفوا بيها الناس. والله يا اخي، والله يا اخي انا ابحث، والله ابحث. نعم. من محصل الان ناس ثقه اطمئن الى انهم سيوصلون الاموال. من حينما تيجي تعمل شيخ اعرف هتولى على الصفحه يعني. نعم نعم نعم، حينما تجد ناس ثقه يعني اعلن على الصفحه ان شاء الله. باذن الله باذن الله باذن الله. نعم. طب هل ممكن سؤال اخر؟ ممكن. كان هناك احد سالك عم الشيخ، لو واحد طلق امراته، طلق اكثر من مره، يعني مثلا هو طلق اكثر من مره، ده انت طلق اوقع لها الطلاق اكثر من مره، فقلت له يقع متفرقات او في مجلس واحد. نعم. تطليقات متفرقات او في مجلس واحد. في متفرقات. طيب ايه السؤال؟ خلاص، ما هو كده ثلاثه لا تصلح لهم. في ما هو ممكن مثلا يكون مثلا لسه ما رجحهاش، يعني هو دلوقتي ممكن ما يكونش رجحها. ما هو السؤال مفاده التطليقات المتكرره في مجلس واحد ليس بينها رجعه، بنعتبرها واحده. لكن اذا كان حصل رجعه وحصل طلاق تبقى التطليقه الثانيه.
اضل لك صدع من الشيخ لانك قلت له ان انا اعرف سؤاله مخرج سؤاله. الله يحفظك. نعم انا اعرف مخرج سؤاله. نعم والله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك شيخ مصطفى؟ طيب من فضل الله، في نعم من الله. جزاكم الله خيرا. شيخ كان عندي سؤال. سل. انا شخص متزوج وانا احب ان ابر ابي وامي. طيب. وابي حاليا يعني عنده مرض مزمن، وحاليا هو كان يعني في منزله وانا كنت في منزل اخر في الشقه بتاعتي في الزواج، يعني انا في محافظه وهو في محافظه ثانيه يعني. فلما اصيب بهذا المرض المزمن اصبح ياتي عندي في المكان المحافظه اللي مقيم فيها ويجلس عندي مثلا فتره اسبوعين او ثلاثه لاخذ العلاج. تمام. زوجتي هنا في بدايه مرضه تعاطفت معه وكانت تخدمه ولا تقصر معه، يعني قعد فترة حوالي 5-6 أشهر. بعد بدأت تقول لي مش هينفع انه يقيم معانا وكده. أنا عرضت على والدي إن أنا أستأجر له شقة وأنا أدفع الفلوس وأنا أقيم يعني كل الأمور أنا يعني أتحملها يعني، ولكن هو رفض وحابب الإقامة معي لأنه هو بيحبني يعني. فأنا حاليا يعني ما بين امرين او ما بين نارين زي ما بيقولوا، ما بين ان انا والدي عايز ابره مش هتاثر معاه، ما بين زوجتي انا خايف ان انا. طيب ممكن عفوا ممكن تاتي بخادم او خادمه بخادمه تخدم والدك؟ لا يعني. لماذا لا؟ اصلا انا اصلا والدتي عايشه. يعني امك مع ابيك في البيت عندكم؟ بس هو رافض فكرة الانتقال من المحافظة بتاعته الأساسية للمحافظة اللي هو بيتعالج فيها، رافض الإقامة الكاملة. هو يعني بيقول لك أنا أجي أقعد عندك أسبوعين ثلاثة تعالج وأرجع تاني البلد. ستة تقول الآن بلو 6 أشهر عندكم. نعم أنت تقول الآن له عندكم 6 أشهر. 6 أشهر مش متواصلة، هو 6 أشهر يعني يقعد في الشهر مثلا أسبوعين أو 20 يوم يروح يقعد 10 في البلد، 20 يوم عندي و10 في البلد يسافر. ففي ال 20 يوم دي اختي تشتكي تقول لي انا مش عارف اخد راحتي، انا كذا انا كذا انا كذا، فحصلت يعني بين خلافات. عفوا زوجتك ابوك يحتاج خدمه ثقيله؟ لا الخدمه العاديه يعني اكل وشرب فقط. الاكل والشرب ممكن احيانا يمرض كده يعني نقوم بخدمته، بس الخدمه برضو العاديه مش اللي هو مثلا يعني ان هو شخص مثلا عاجز، لا الخدمة العادية يعني متوسطة. ما في الا انك تصبر زوجتك وتكرمها بالفلوس. اكرمها ادفع فلوس، مش انت كنت هتدفع شقة في الخارج بكم الف؟ طيب خذي هي زوجتي يا حبيبتي معلش يعني يستحق. نعم. انت اولى من الشقة. طيب يا شيخ لو الامور تأزمت جدا هل انا ادفع؟ مش هتتأزم ان شاء الله، ادعي ربنا وادفع للزوجة. لو انا اجبرتها هل لو انا حاولت كده وبالفعل انا حاولت الاجبار مش هينفع من الاجبار، لانه اصلا اذا جت تحرر تحريرا شرعيا لا تجب عليها خدمتهم باب الاحسان. فانا بكلمك لكن الان انت فرطه كبيره، فانا اقول لك راضيها بالفلوس او تزوج زوجه ثانيه. خلاص انت مش راضيها تزوج زوجه ثانيه تقوم برعايه ابي. طيب يا شيخ ما فيش مشكله، اسمع واقل. تمام يا شيخ لو انا حاولت معها بالفلوس وهي رفضت، وانا خيرت والدي بين ان هو استاجر له شقه وياتي هو وامي بحيث ان المشكله تنحل، هل كده انا قاسم او انا كده بر الوالد يعيد؟ وانت خيرته بين حاجتين، ده انت خيرته تطرده يعني. انا اقصد ان هيبقى لي شقه وانا برضه هروح له يا اخي هو رافض يريد يجلس مع ابنه في البيت اذا احتاج حاجه يجد الوالد تحت رجله، والمراه ليس الا ترضى. قلت لك الفلوس اللي هتدفعها في الشقة اعطيها للزوجة، وعندنا حلول أخر. إذا كانت أبوك عزيز عليك والزوجة رافضة تماما ابحث عن زوجة ثانية تزوجها تخدم والدك، المشكلة. تمام يا شيخ بارك الله فيك. أنا أنصحك لله يعني مش بنصحك يعني بعبث في النصح، لأنك أنت فرطة كبيرة. هو أنا فعلا أنا واحد بحب بر الوالدي وفي نفس الوقت أنا مش عارف أظلم زوجتي. أنا قلت لك اظلمها، خلاص احنا مش هنظلمها، بقول لك إما أن هي ترضى. يا بنت أنا كنت هستأجر شقة جديدة لأبي ب 3000 جنيه شهريا، خذي 3000 جنيه وأنت أولى بهن
والحمد لله تمشي تخدم والدي لوجه الله وتصبرها بكلمتين. قالت أرفض، وأبوك قال يا ابني أنا مش أجلس في شقة وحدي، هات زوجة ثانية وتجوزها وتخدم والدك، مش طالت عليها في الأول. ما يحلول يا جماعة، نعمل إيه يا جماعة؟ مش ربنا أباح الزوجة الثانية الموضوع يعني. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. الله، النساء متذمرات. لو سمحت يا شيخ. الو. اتفضل. لو سمحت يا شيخ مصطفى، انا عندي بطاقه ائتمانيه كريدت مكشوفه يعني مكشوف. من بنك ربوي يعني، وبعد عشان اخرج من الحرج الشرعي بتاعها، فبشحنها الاول قبل ما اشتري بيها اونلاين يعني، فكده يعتبر ما في مشكله ابدا. ما شاء الله ما في عندك مشكله. نعم ما في مشكله. ايوه يعني استخدمها كده مظبوط يعني. الله يسلمك. يعني اللي ابوه يمرض يا جماعه ارميه يعني، مش فاهم. واحد جلس في المدينه وابوه ياتي من القريه حتى يتعالج عنده، يرمي والده ولا يصيح؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخو معك وسام. تفضل يا وسام. سؤال سريع. انا والله وصرت يعني صارت الحين يعني لقيت نايم وكان في شيء مزعجني يعني على المخده، فتحت المخدة لقيت مثل الكتاب او الحجاب او سحر يعني. اي ممكن من خذ احرقه يا وسام، ما في مشكلة يا وسام. الزوجة عامله لك سحر محبة ولا ايه؟ لا لا مش متجوز، انا مصوره من الاهل مشان على الحسد وعلى العين وعلى الرزق وكذا يعني. خذ اللي تحت المخدة دي يا وسام وحرقه انت وعاوز نفسك بالمعوزات. خذ هذا الورق اللي تحت المخدة واحرقه وادفل في يديك. ولا بس احرقه؟ نعم افتحه ولا اخليه مسكر؟ احرقه، خليه مسكر، احرقه ما تشغل بالك، واعرض عنه وتوكل على الله، وادفل في يديك وامسح راسك وما استطعت من جسدك بالمعوذات. اقرا المعوذات، قل الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس يا وسام. قل اعوذ برب الفلق. شكرا شيخ وبارك الله. الله يبارك فيك، ولا تخافش من الحساد يا شيخ من الصحراء. الله لكن هذا الشيطان كان ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك فيك شيخ إيهاب. تفضل. بالله عليك سؤالين وما تشيلش معايا، الله يرضى عنك لما تجاوبني عليهم. والله أنا يعني لا أعد شوف نوع الأسئلة. أنا في إحنا طبعا عايش في الأرياف يعني، وعندنا هنا الغيبة والنميمة منتشرة بطريقة كبيرة. فلما بخش مثلا الاقي جماعه بيختبوا الناس، اقول لهم يا جماعه كده حرام وما يجوز، يقطعوني يعني، واحنا كلنا عارفين بعض واصحاب. وتاني يوم ما يرضوش يرمي عليا السلام. ما في عليك مشكله. ما فيش اسم عليا. ما فيش على الاسم عليهم هم. طيب السؤال الثاني، احنا عندنا طبعا في الفلاحين تلاقي الواحد جايب الحمار ومحمله البرسيم وواقف عليه السهر مع يتكلم مع واحد ويقف فتره كبيره. فبقول له يا عم كده حرام، يقول لي ايه دليلك؟ طبعا في حديث، مش في حديث عن سيدنا النبي لا تجعلوا الدواب كراسي؟ هو راكب على البرسيم ولا ساحب البرسيم؟ هو بقى راكب على البرسيم والحمار وواقف يتكلم بالنص ساعه. مش ده طبعا حرام شرعا؟ قل من لا يرحم لا يرحم، كله كده. ماشي يا شيخ جزاك الله خير. الله يسلمك. لا كويس ان في احنا ناس حنين على الحمير الحمد لله، واليهود مش حنين على المسلمين. سبحان الله، الاخ السائل حنين على الحمار ومش عايز صاحبه يركبه بدون فايده، واليهود يدكون الاطفال. حسبي الله فيهم، حسبي الله فيهم، حسبي الله فيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك الشيخ مصطفى؟ نعم مصطفى تفضل. سمعت يا شيخ، انا حضرتك كنت في تاجر كبير كده يعني، كنت بيعمل نظام سمنه فلاح يعني طبيعي. فأنا كنت بشتري منه كمية. ما تقولش طبيعي يا عمي، طبيعي كلام الملاح ده، ما في طبيعي، الطبيعة ما عملت سمن. تمام. سمنة فلاحي وخلصنا. تمام. فأنا كنت بشتري منه كمية وببيعها لتجار يعني، تجار بيبيعوها للأهالي وكده. ماشي. ففي اتنين من التجار دول قالوا لي السمنة دي مش فلاح 100%. ماشي. وبقيت التجار قالوا لي لا كويسة وعايزينها ومطلوبة. طيب انا دلوقتي خايف يعني مش عارف اعمل اكمل. هو الرجل امين ولا مش امين؟
ماليش علاقه بيه قوي، بس سالته. امك عايشه على قيد الحياه؟ لا انا متوفيه. زوجتك فلاحه ولا من البندر؟ انا من فلاحين. طيب المفروض انت تعرف بتشم، نعرف شم الفلاح بالشم. انا في ناس قالوا لي فلاحي وفي ناس قالوا لي لا مش فلاحي. يا اخي انت نفسك، انت متربى على السمن الصناعي ولا السمن الفلاحي؟ يعني مش قوي يعني فلاح، بس مش قوي فلاح مش قوي. بس لا في ناس يعني بعت كذا حد. اي جاره من جاراتك، اي جاره من الجارات الطيبات تعرف السمن الفلاحي بمجرد الشم. ماشي، انت لا تثق في الشخص، اشتري من شخص تثق فيه. بس نعمل لها موضوع. أثناء الحمل قالت امرأة ربي إني نظرت لك من في بطني محررا. كل مرة تقول كده، هذا ليس في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا كان في زمن مريم عليه السلام تنزله وقفا لخدمة الحرم. وزارة الأوقاف لا توافقك على هذا النزل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مولانا، عامل ايه؟ الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. الشيخ مصطفى العدوي؟ اخوك مصطفى العدوي، اتفضل. بارك الله فيك يا شيخ، معاك زكي حسن عطيه من فيها رايق باشا. زكي ابن حسن ابن عطيه، ولا انت زعلان من حسن؟ لا لا خالص. انت مش زعلان من حسن، ولا حسن زعلان من عطيه. اه تمام. يبقى انت زكي ابن حسن، يلا زكي ابن حسن، ماذا عندك؟ كنت انا تعثرت كده، ففي واحد صاحبي كان بيقرضني مبلغ من المال حوالي 25,000 جنيه. ايوه. وبعدين ما رضيش يديهولي وقال لي انا هبيع لك ذهب وترجحولي ذهب. اعطاك الذهب في يدك؟ لا، هو اللي خد واحد معاه وراحوا باعوه واداني قيمه الذهب وقال لي ترجحولي نفس القيمه 33 جرام ذهب. وانت وافقت؟ وانا وافقت. يعني هو استشارك ابيع لك الذهب واتيك بالمال كده؟ هو باع لي الذهب واداني المال وانا رديت له الذهب نفس القيمه 33 جرام. طيب ايه المشكله بقى؟ الحمد لله انك ما وقعتناش احنا في مشكله. المشكله دلوقتي ان هو بعد ما خد الذهب مني واستلم الذهب وقال كويس وجابوا له ذهب جديد رغم ان هو بيعه لي ذهب قديم، وجبت له ذهب جديد بعد ما خده وقال ماشي كويس انك التزمت وانك جبت الذهب في الميعاد، خدت بال حضرتك يا شيخ؟ ايوه. قال لي لا ده الذهب بعد ما استلمه خلاص ووزنه وطلع مظبوط وطلع نفس النوعيه اللي هو عايزها. تاني يوم قال لي لا ده الذهب ما جاش على ايد مراتي، فانت لازم تشيل معايا، انا اروح ابدله فهغرم المصنعيه بتاعته، فانت هتشيل معايا في نص المصنعيه. ليس له ذلك. ايه؟ ليس له ذلك. ليس له ذلك. ايوه. تبقى ربا دي يا مولانا مش كده؟ ايه؟ تبقى ربا ولا ملوش ايه؟ تبقى ربا. الله يفتح عليك يا مولانا، الله يفتح عليك. قبله عدد الجرامات نفس الجرامات. لا زوجتي تخنت وعايزه شويه الغويش واسع، ذنبي ايه؟ تعال ادفع. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. بعد اذن حضرتك كنت عايز اعرف زكاة الفطر اللي أنا دلوقتي أو شخص يعني ما طلعهاش قبل كده حكمها إيه بعد إذنك؟ عليه يخرجها الآن ويستغفر الله قياسا على الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طب حضرتك أخدها يعني أنا مش عارف دلوقتي، يعني أنا دلوقتي 19 سنة. أيوه. وطلعتها آخر مرة اللي هي رمضان اللي فات. طب قبل كده احسبها ازاي؟ يعني 3 كيلو رز كل سنه عن الفرد الواحد. ايه طب حضرتك انا كطالب انا يعني انا ملزم اللي انا اطلعها؟ طب ابوك ما طلعها، اذا ابوك طلعها لك الحمد لله، ما طلعها ابوك طلعها انت. السلامه. يعني انا حضرتك ممكن اعرف من الوالد، ولو هو لو هو طلعها انا خلصت كده مش ما طلعهاش. نعم. الله يبارك. المعهود يعني في الارياف ان الاب بيخرج زكاه عن الجميع. انا عايز اعرفك ان انا بحبك جدا جدا. احبك الله الذي احببتنا فيه. السلام عليكم، بارك الله فيك يا ابا سفيان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثبتك الله واياك. تفضل. سلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، بارك الله فيك. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. يا
يا شيخ معلش محتاج صحة حديث ان الله لا يعذب العامة بعمل خاصة. ان الله ايه؟ ان الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة. ان الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة؟ اه. حديث يعني ولا ليس بحديث؟ لكن عندنا كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها. قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. العاقر واحد أشقى رجل في القبيلة لكن القوم أقروه، فإذا أقروه على صنيعه يعذب معه، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أما عن الحديث إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاص حتى يرى المنكر بين الأخر، سمعت ده من شيخ قال إن حديث ضعيف 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 في سنده رجل مبهم ضعيف. ايوه في سنده رجل لم يسمى، مولى من الموالي لم يسمى، هو حديث ضعيف جدا. الاخذ بحديث الاحاد يا مولانا في مساله العقيده في كل شيء يؤخذ بالحديث الاحاد ما دام الخبر ثابت على رسول الله، انما الاعمال بالنيات احاد. جزاك الله خير يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هاتي ترفع الضغط او تخفضه. قهوه. السلام عليكم. عليكم السلام الله. شيخنا عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضل. اتصلت بيك انا من شويه كده، معلش في سؤال كنت عايز اقوله لك نسيته، معلش على اذن حضرتك يعني. اتفضل يا حبيبي. معايا اخويا غليظ. يعني غليظ بيشتم لما هو في سفر، ولما يجي هنا بيعمل مشاكل كتير يعني، وغليظ وبيسوق في عرض الناس وبيشتم شتيمه مش كويسه يعني، وكل مشاكل. فانا مقاطعه عشان مشاكله وغلظته دي، فهل علي اسم يعني ولا حاجه؟ ليس عليك اسم، لكن لا تقطع يعني عفوا خصومه، ممكن تقلل التعامل. بقرر على قد ما اقدر، بس لما بيجي في البيت هو وعياله هنا بي 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 بيعمل حاجات وحشه وبيغلط الكلام وحش يعني، معلش كل شيء مش كويس يعني. بدل ما الزياره تكون كل شهرين كل شهر مرتين خلاها كل شهر مره. طب ولو دعاني الفرح مثلا يا شيخ، الفرح ده سمحت يعني. ايوه الكلام ده طيب. نعم نعم. لو دعاني الفرح انت وكده، والفرح ده في محصي شرب وكده وبتاع ورقص وكده، لا تذهب. وانه ما رحتش بيقطعوني. نعم. ان ما رحتش الفرح بيقطعوني، بيقول عليا وحش ما بيقطعوني. ما في مشكله، ما في مشكله، ما تروح فرح في قازورات يعني كده. لو ما رحتش وقطعوني يبقى انا معليش اسم ان شاء الله. جزاك الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. حبك الله. حبك الله والذي احببتنا فيه. سؤالين يا شيخ بعد اذنك. هو سمحت اول سؤال، هو يعني من ساعه تغيير الساعه دي في صلاه العصر. نعم. في تغيير الساعه لما اتغيرت ميعاد الساعه. تغير الساعات ما شانه؟ رحنا لما جيت اصلي العصر بحس ان كنت مرتين اروح اصلي العصر يعني في النيه ان كانها صلاه الظهر، فبتذكر في الصلاه نفسها ان دي صلاه العصر. فهل كده عليه اعادتهم اليومين دول ولا لا؟ صلاه العصر. انت دخلت في الصلاه بنيه ايه؟ انا يعني بالنيه كانك بنسى كاني رايح صلي الظهر. والله ما انا عارف يعني. هو بسبب تغيير الوقت يعني، انا بحس ان الوقت احيانا الواحد بينسى ان هو صلى الظهر وراح يصلي في صلاه العصر كانه صلاه الظهر يعني. انا بتذكر في الصلاه نفسها ان انا ان دي صلاه العصر. على العموم اذا دخلت على انها صلاه الظهر بنيه الظهر اعد الصلاه. طب سؤال ثاني، كان حد اخذ مني مبلغ على اساس سلفه، تمام؟ طيب كويس. فهو تعثر، ينفع حاليا يعني هو حصل له ظرف كده ومش ينفع يسده، فينفع انا اخليه كان بنيه صدقه بالنسبه له؟ صدقه ولا زكاه؟ صدقه او زكاه؟ لا صدقه. صدقه لا باس. طب ولو ردها؟ خلاص خدها اديها لواحد ثاني. تمام شكرا يا شيخ، دعواتك معنا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني الشيخ كنت اريد ان اسال سؤالا في عن الصلاه. يعني كان الامام بيصلي صلاه العصر وصلى ركعتين ثم سلم في بعض الثانيه، فماذا على المؤمنين؟ صلى ركعتين ثم سلم بعد الثانيه في صلاه العصر. نعم، بعد ركعتين يعني. بعد ركعتين. نعم. طيب نبهه يقوم ياتي بالركعتين واجبد لسه. طب افترض انه قام قال الله اكبر بدون تكبير، يعني هو قام قال الله اكبر لم يكبر تكبيره الاحرام، يعني هو قام اكنه ايه، هو بعد ما سلم تسليمه واحده. تكبيره لا تسمى تكبيره الاحرام، تكبيره انتقال. تكبيره الانتقال قال حتى ان كان سلم. ما هي تكبيره، ما هو سلم وقام ياتي بالناقص، ما تكبيره انتقال ليست بواجبه، مستحبه. ما اقصد ان هو سلم، يعني هو كان. ايوه يا اخي، سلم هو ما دخل في الصلاه من اولها، هو دخل، هو قام لاستدراك ما فات، في تكبيره انتقال وسيسجد لسه. تمام، يعني هو افترض انه كبر قبل ان يقوم، قبل ان هو كبر وهو هي يقوم سنه يعني. هي سنه، الله يغفر لك. يعني الان سؤال الاخ يا اخوه يتمثل في الاتي: رجل يصلي العصر، صلى وبعد ركعتين سلم، قالوا له يا عمي في ركعتين باقيتان، فقام. هذا القيام انتقال، وها تكبيرة الانتقال سنة ليست واجبة، فإذا تركها وقام دون أن يكبر الصلاة صحيحة، كبر الصلاة صحيحة. ثم تحليلها تستمع مشي يا أخي، تسلم خطأ، سلم خطأ. نعم، ماشي، جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيك. اللهم سلم يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام حضرتك يا شيخ مصطفى. تفضل يا حبيبي. انا راجل ملتزم بصلي، بس ساعات بصلي في البيت، يعني ببقى مثلا جاي من الشغل تعبان، بيكون في الظهر بيأذن فبتوضى واصلي في البيت وبنام. كويس. هل علي اسم ان انا كده اخرت الصلاه ولا تحسب صلاه ولا ايه؟ قاعد السؤال. ساعات باجي من الشغل تعبان. ايوه. يكون مثلا الظهر بيأذن بره، والجامع يعني مش بعيد عني، انا ماسك مفتاح الجامع وكده، بس ساعات باجي تعبان بيكون بيأذن بره الظهر او العصر، ببقى تعبان فبتوضى في البيت وبصلي في البيت وبنام. والله يا اخي يعني على راي عدد من العلماء تأثم، لانك تسمع النداء. اذا كنت بس بصلي في وقت، انا ما بتأخرهوش. انا عارف، لكن انت بصلي في البيت لا تجب داعي الله. طب هل ده يحسب ويل للمصلين الذين هم عن صلاه يسوون؟ هل ده يحسب لا 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 اخير ولا في وقته بس اخذ اسم؟ لا، في اسم التخلف على الجماعه عند من يقول بوجوب الجماعه. معلش، طب عندي سؤال ثاني. وليه بقى تصلي ان شاء الله؟ بس عندي سؤال ثاني، معلش يا شيخ. اتفضل يا حبيبي. معايا بنتي مخطوبه. الله يبارك، بنتك انت؟ بنت انا. شكلك صغير يعني، كم سنه يا بني؟ هي عندها 15 سنه. اي، وانت كم سنه؟ انا عندي 45. لا كبير، ماشي. المهم الله يبارك لها، انت رجل. انا خطيبها جاب لها تليفون اي عشان يكلمها، فكلمها وابصر، فدخل واحد كلمها وراح بعت لها صور، وراحت هي يعني بعتت صور وكده. واحد ثاني. فانا غضبت منها. واحد ثاني غير الاول؟ لا، هي يعني بتكلم خطيبها على الواتس. ايوه، خطيبها اللي بعت لها ولا واحد غريب؟ لا، واحد غريب. ايوه، يعني استعانت ب ب نعم الشخص على معصيته. ايوه، وبعدين. فانا غضبت من بنتي وضربتها، وقلت لها انت مش بنتي وهتبرى منك وكده، وضربتها يعني. وبعدين السؤال صح محترم. حلفت على امها بالطلاق، قلت لها عليك طلاق بالثلاثه، ان خليتي بالك من بنتك لتبقى طالق. اي ماشي، فتكرر الموضوع ثاني، بس تكرر بشكل ثاني، يعني تكرر ان هي جبلت ناس على الصفحه، بس ما فيش يعني كلام خدش للاعراب وكده، يعني زبون جديد يعني غير الثاني. بس ده يعني هي مراسلات عاديه، يعني هي ان تقبل صحاباته وكلموها، فانا خدت منها التليفون وشفته. بس هل اليمين اللي انا حلفت على امها يقع طلاق ولا يمين معلق؟ كفر كفاره يمين. واكمل خطيبها عادي يعني، ولا اقول له ولا ايه؟ لا، استر عليها، انت خطيبها، تفضح نفسك ليه؟ ما تقولوش. انتوا في البلد، انتوا ممكن ممكن تتجوزها كده شرعي؟ ممكن؟ اي طالب مني هو كده، بس انا مش راضي. طب ليه ما انت خطبتها له وجاب لها تليفون ايفون ولا
يعني هو ابن اختي يعني مش غريب. البنت حباه يعني ولا كرهاه؟ لا كويسين الحمد لله، هو ابن محترم وبنت محترم بس يعني عفوا منها يعني. خلوهم يلا يتزوجهم احسن، يلا الله يبارك لهم. ماشي انا اكتب لها عرس عادي يا شيخ. اكتب لها ودخل على طول. ماشي يا شيخ جزاك الله خيرا، تشيل مسؤوليتها قدام ربنا. جزاك الله خيرا يا عم الشيخ، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. دكتور عبد المحسن اتفضل. اتفضل يا حبيبي. ماشي، كنت عايز اسال، كنت استفسرت حضرتك امبارح على موضوع المراجع اللي بتكون مثل يعني في الجامعه على المواد اللي مقرره علينا في الماده، وحضرتك قلت لي اطلع عليها، هي بتبقى مدفوعه يعني. بس انا بجيبها بالمجان من النت، حضرتك قلت لي اطلع عليها قدر حاجتك. فانا دلوقتي استفسرت لو في مراجع ثانيه في مواد بس مش مقرره علينا في المنهج، بس هتفيدني في الدراسه على مدى يعني على قدر الحاجة، على قدر الحاجة، ولا ضرر ولا ضرر. تمام. سؤال كمان معلش يا شيخ، في حديث زوجها يا أبو محمد عاطف، ايه المشكلة؟ اتفضل. في حديث ابن اللطبية لما جه قال ايوه هلا جلست في بيتك او في بيت ابيك في بيت ابيك او في بيت امك حتى تنظر ما يهدى اليك. تمام. انا قصدي مقدار الهدية المنهي عنها في الحديث. لا ده كانت رشوة، كانت بمثابة الرشوة حتى يخفض عن الناس الزكاة. يعني معلش عشان ما سمعتش. يعني هو الذي كان يذهب يجمع الزكوات. تمام. انا قصدي في مقدار معين. فهم يعطوه مالا حتى يخفض عنهم من الزكوات. لا يقبل اي مال. سلام عليك. لكن دي مسألة تانية، انا اخشى يكون انت فاهم غلط. يعني انا هقول اللي انا هو كان في حد استفت حضرتك قال لك ان هو في الشغل بيهدروا اجندة او قلم. لا في الشغل دي مسألة أخرى غير الزكوات، غير جمع الزكوات وجمع المستحقات التي عند الناس. ده واحد طبيب بيذهب للناس ويدي لهم فلوس، يدي لهم عفوا أجندات بمناسبة رأس السنة، مش مشكلة. شكرا. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله شاكرا لأنه من الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في غزة وفي فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على كتابك وسنة رسولك الأمين وسدد رميتهم يا رب، واغفر زلتهم وارفع درجتهم وأكرم منازلهم ووسع مداخلهم وتقبل شهداءهم يا رب، واشف جرحاهم يا رب، واشف مرضاهم وداوي جرحاهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم افتح املنا واخلص نوايانا واصلح سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. يا خير الرازقين ارزقنا، يا خير الغافرين اغفر لنا، يا خير الفاتحين افتح علينا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير حافظا يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا يا رب العالمين. يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام أكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا سميع الدعاء يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.